بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأنا فخور وأتشرف بإصابتي في سبيل الله ودفاعا أهله وعرضه. الحمد لله رب العالمين، تصابت من حوالي 3 سنوات وشهر في 9 رمضان 2012. كانت إصابة خطيرة جدا، ولكن من الله علينا سبحانه وتعالى فذهبت إلى تركيا وأجريت عملية وصل لقدمي التي كادت تقطع وتبتر. 20 يوم ففضلت العودة إلى بلدي. تعطلت الركبة تعطيل كامل، كان هناك تفتت 32 سم من العظم بالفخذ وإصابة بالقدم اليمين. الحمد لله رب العالمين، اليمين سلمت ولكن اليسار كان فيها التفتت، حتى الآن لم يكتمل العظم ولكن الركبة معطلة تعطيل كامل. أحد الحكماء أو الدكاترة قال بدك ركبة صناعية تكلفتها حوالي 12,000 دولار، بينما يصير يعني اكتمال للعظم باليسار. من فترة قريبة من وقت اللي أخذوا لي عملية الطعم أو الزراعة من الساق من تحت، طقت الإجر لحالة من حوالي من الضعف، ضعف الكلس، ضعف التغذية، ضعف الامكانيات بالقدم، طقت لحالها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. على كل حال يعني عندي ابني الحمد لله كمان مصاب، وعندنا امي كمان مقعده بالارض جراء يعني كمان ضربه الطياره والهاوين علينا. فمن عزم الصواب طقت اجراء 3 كسورات وهي مقعده قوتها. انا بقول نحن الحمد لله رب العالمين طلعنا في سبيل الله وما بنتندم، بس لكن ضعف الجهات اللي عم تقدم شيء للثوار اللي ضحوا في سبيل الله، يعني ما صار لهم ما تحقق لهم الشهاده ولكن يعني انصابوا وعطلوا. مثل حكايتي انا كما ترون يعني الحمد لله رب العالمين كنت اشتغل بالدهان والديكور وباخذ مشاريع في لبنان، وكانت حالتي ميسوره جدا الحمد لله رب العالمين. في حالة الثورة انطلقنا من بدايتها الحمد لله رب العالمين، توقفت الأعمال والأشغال، كان هناك شوية مصاري معنا مدخرينا للمستقبل صرفناها ونحسبها في سبيل الله إن شاء الله تعالى. ولكن أسفي وحزني على الموضوع أنه ما تعوض علينا شيء، لا من ناحية لدى من ناحية الإصابة، ولا من ناحية راتب أنه أعيد أنا أولادي 8 وأمي المقعدة 9. نحن صرنا 3 مقعدين في هذا البيت، ما شفت شيء أنا أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا ببتئس بس بهالموضوع، ولكن الأمور الحمد لله رب العالمين. في عندي أنا أغراض مشتريها من حالة وقت كنت على حالي العادية وأيام العمل، بلشت أبيع منها شوي، لكن بالوقت الحالي ما في غير اللي شايفينه قدامكم، يعني لو ينباعوا كمان ما قصرت. وهذا ابني عبد الحليم تمت إصابته في الساق، ما أدى لشلل في قدمه وتعدد وإصابة إصابته في البطن وأيضا بالقدمين، قدم اليمين نفسها، ما أدى لشلل بقدمه اليسار، قدم اليمين عفوا، وإصابة أيضا بالقدم اليسار في أحد معارك العزة والشرف. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك حمدا يوافي نعمك يا رب.